10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات المنتخب الفلسطيني والمنتخب الكويتي وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ومنافسات الجولة الرابعة. ولكن قبل ما نعرف تفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف 3 نقاط مهمين، ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعطير التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم منتخب فلسطين أمام منتخب الكويت ضمن منافسات الجولة الرابعة وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. المباراة على استاد جاسم بن حمد، توقيت المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في 7 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، الخامسة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. المباراة منقولة على بين سبورت 5 والمعلق حفيظ دراجي وقناة الكأس 8 والمعلق خالد الحدي. يذكر بأن المنتخب الكويتي يأتي في المركز الخامس في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، بينما يأتي المنتخب الفلسطيني في المركز السادس والأخير برصيد نقطة وحيدة. توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف 3 نقاط مهمين ومنافسات الجولة الرابعة وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.